قانون الماليه اللي تكلمنا عليه في البرلمان وكلكم فراسكم كيتكلم على البيدجين ديال لو سالون دي نو اللي هو مخصص سنويا لهذا المعرض. العام اللي فات اعتقد في الحكومه السابقه كان 8 مليون درهم، هذه السنه في القانون الماليه اللي صوتوا عليه الاخوان في البرلمان المشكورين كان ديال 12 مليون درهم. داكور، واعتبرنا بان هذيك 12 مليون درهم اللي هو اللي مخصص عندنا حنايا كوزاره الثقافه ما كافياش باش نديروا المعرض بالطريقه اللي بغينا نديروها، خاصه ونرجع للموضوع ديال الدار البيضاء، خاصه وان المكان اللي كان كيكون فيه عاده المعرض كان مخصص منذ بدايه 2020 كمستشفى لاغراض صحيه، ولحد الان اللي توجور يوتيليزي. وكثر من هذا داك البلاصه اللي اولا داك المكان راه ما تابعش لوزاره الثقافه، باش نكونوا واضحين في هذا الموضوع، هذا ليس بمكان وزاره الثقافه، هذاك واحد المكان كان تابع لايم دي يو، واللي لايم دي يو براسو اليوم كتقول لك ما بقاش مكان محترم اللي يقدر يستقبل الكتاب ويقدر يستقبل كتاب وطنيين ودوليين. واعتقد بان حتى انتم في الدورات السابقه كان عندكم ملاحظات على المكان. نتكلموا على المكان ما كنتكلمش على المدينه باش نكون واضح. ف غنرجع للمكان وعاد وغنربطها بالميزانيه اللي تكلمتوا عليها الاخوان. فاش بقينا اول حاجه فاش تبين لنا بان المكان وكنا مصرين باش يكون المعرض في 2022 ولو انا ذاك اللي عقلتو فاش الحكومه يلاه كانت تعيينات من طرف جلاله الملك الله ينصرو وجا لو موا دوز ما كناش عارفين واش هذا الكوفيد غيستمر ام لا، ولكن قلنا يفو كون سو بات باش يكون معرض الكتاب ولو ديك الساعه كنا كنفكروا يدار ما يكونش الحضور بحال دائما ويكون يعني افيك لو ديجيتال ولكن يكون معرض الكتاب لان ما يمكنش سنتين ما يكونش معرض دولي للكتاب. ففكرنا كانت هناك لجينه دارت على الدار البيضاء على جهه الدار البيضاء واقترحت مجموعه ديال الاماكن بما فيهم الجديده، لان كاين واحد المعرض في الجديده كتعرفوا الجديده جاتني بعيده شيئا ما. داكور، زائد على هذا المعايير علاش اخترنا الرباط هو ان جوج معايير ولا ثلاثه معايير، ان الرباط اولا عاصمه ثقافيه غابه في ليميير كابيتال كولتوريل، وهذا سي ان تيتر كو دوني سا ماجيستي ماشي وزاره الثقافه، هذه الاولى. ثانيا هذه السنه كانت الرباط عاصمه ثقافيه الافريقيه والاسلاميه. ثالثا لما طحنا الاشكاليه ديال باش يدار واحد المعرض ويتبناو دي شابيتو شفنا بان الميزانيه المخصصه لها في وزاره الماليه ما تكفيناش، مشينا كنقلبوا على شركاء. لما سولت على الدعم اللي كتعطي باش نكون واضح عاوتاني معكم وباش كل واحد نعطيه حقه، فاش سولت على الدار البيضاء واش كدعم المعرض تقال لي بان سابقا في الاغلبيات السابقه باش ما نحكموش على الاخوان اللي دابا هم في المسؤوليه ما عمرهم ما ساندوا المعرض ولو بدرهم واحد. اذا طرحت السؤال للاخوان شكون اللي غيساندنا؟ جاء السيد الرئيس والمجلس مشكور ساهم زاد على الميزانيه اللي عندنا حنايا كوزاره الثقافه 8 مليون درهم. علاش؟ لان باش نبنيو لي شابيتو ونطلعو داكشي اللي طلع هذيك 12 مليون ما غاديش تكفينا ونقدروا ونعرضوا لي زانفيتي انترناسيونو وكاع داكشي اللي خصو يدار. هذا الشيء راه ندخلوا فيه في لي ديتاي با بروبليم، هذا ما نخبيو، هذا الشيء راه واضح وباين لانه ما دوزو. علاش كنقول لكم واضح في اطار الشفافيه؟ لان هادشي دوزوه في الدوره ماشي اتفاق ما بين الرئيس والوزير، هادشي راه ناقشوه في الدوره مع الاخوان الاغلبيه والمعارضه ووافقوا عليه الاخوان وصوتوا وبينوا بان غيساهموا هاد السنه 8 مليون درهم، وحنا المساهمه ديالنا راه حنا باينه واضحه ديال 12 مليون لان حنا تفاصيل مكتوبه عندنا في قانون الماليه. دونك ها الميزانيه المخصصه للمعرض هذه السنه باش نكونوا 20 مليون درهم ما بين لي 12 ديال وزاره الثقافه اللي دات في القانون الماليه وال8 اللي صوتوا عليها الاخوان مشكورين في مجلس الجهه. بالطبع واش غيكفي هادشي غينقص؟ غالبا كيكونوا بعض الاضافات خاص يفولو دي فواتور لا ديرنيغ مينوت لوتيل شي واحد نسى، ولكن 10% بخي 10% بخي يمكن تزاد 10% 5% ما عرفتش، لان الاواخر نعرفوا شنو سكيلوني. دونك باش نجاوبوا لا على الاشكاليه ديال الدار البيضاء ولا على زائد على هذا اليوم كازا بلونكا ايتون خافو، باش نجاوب كازاوي باش ماشي يبقى ماشي هذا راه ماشي قرار ضد الدار البيضاء حاشا
حنا وزارة الثقافة للمملكة المغربية من طنجة الداخلة أو القرقالات. أنا عارف علاش كنقول أنا عارف علاش داكور. إذا أي حاجة نقدروا نساندوا بها المجال الثقافي جميع الأقاليم ديال المملكة إلا وسوف نفعلها. ولكن الرباط كعاصمة المملكة فاش كنتكلموا على العاصمات الدولية الأخرى كونت أون بارل دو باري دو روم دو ياوندي إكسيتيرا راه العاصمة ديال الدول كيكون فيها هاد المعارض اللي عندها واحد القوة دولية. هذا لا يعني بأنه ما خصوش يكونوا أنشطة ثقافية ذو المستوى العالي في مدينة الدار البيضاء. الدار البيضاء تستاهل المعارض وتستاهل أكثر من المعارض. ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو إلى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر آخر ديما على قناتكم المنصة.